هنشوف الفيديو ده ان شاء الله ازاي يكون عندي بولي لاينز او بوليجونز على اوتوكاد، وان انا احولها لشيب فايل على الكوانتم جي اي اس. هفتح لغة الكاد مثلا عندي، نختار لوحة الكاد، اي لوحة كاد. لازم تفصل التكست عن البولي لاينز، بس قبل ما تفصل كمان لازم تتأكد ان كل البولي لاينز قافلة على بعض، يعني ما فيش اي جابس في السناب يعني. تمام، فهكذا اتأكد تمام ان هم مقفولين على بعض. طيب هنفصل الحاجة، ناخد الحاجات دي كده بولي لاينز واحدة من غير التكست، كنترول سي، افتح لوحة جديدة، بيست اوريجينال كوردينيتس، وهعمل سيف للوحة دي بتاعت البولي لاينز لوحدها. هسيبها على اساس ايه؟ هسيبها كدي اكس اف. اجمع الحاجة في فولدر واحد، هنا ده يبقى دي اكس اف مثلا، يكون يعني عشان ندم اي فيرجن خليه مثلا دي. نفس الكلام بالنسبة للتكست، ناخدهم كنترول سي في لوحة جديدة، بيست اوريجينال كوردينيتس، ده التكست، وهسيف اللوحة دي. برضه هخليها هنا دي اكس اف. ماشي، هقفل خلاص الكلام ده، مش محتاجه في حاجة خالص. خش على الكوانتم جي اي اس، اتأكد بس الاول من نظام الاحداثيات اللي عندي، فهخش على السيتنجز اوبشنز، اتاكد ان نظام الاحداثيات عندي هو اللي انا عايزه، ده نظام الاحداثيات اللي انا شغال بيه. تمام، بعد كده هفتح بقى اللايرز بتاعتي، اخش هنا على اللايرز براوز. طيب ان شاء الله المكان اللي انا فيه دول الاثنين اللي سيفتهم، واحده للبولي لاينز وواحده للتكست، اعمل اوبن اوبن، وفعلا نظام الاحداثيات اللي انا مختاره اوكي. طيب كده انا ظهر عندي اهو حتى حاجتين، واحد تكست او هو متعرف عليه كانه بوينت، والتاني الانتيتيز اللي هو البولي لاين. عايز احول البولي لاينز دي البوليجونز زي ما شفنا في فيديو قبل كده، نعمل نفس الخطوات. الاول اسيف كل واحده على انها شيب فايل، عشان هو لسه ده دي اكس اف مش شيب فايل خالص يعني، فمش هنعرف نعمل فيه حاجه. فهقول له سيف از الانتيتيز دي اللي انا فاتح اللي هي بتاعت التكست، فهسميها مثلا تكست سيف، طبعا ده هيتسيف كشيب فايل. اوكي اوكي، نفس الكلام بالنسبه للبولي لاينز، هسيفها كشيب فايل، اسميه مثلا برضو بولي لاينز سيف. اوكي تمام، هنخش بقى نفتح الشيب فايلز بتاعتنا. فين الشيب فايلز؟ الشيب فايلز هنا انا عندي واحد اهو البولي لاينز، والتاني اللي هو التكست. تمام كده، اقول له اوبن كده، هو فتح لي دول اهو بولي لاينز والتكست. اقفل بقى دول ملهمش لازمه، انا محتاج الشيب فايل بس، ده اللي انا هشتغل عليه اللي هو الشيب فايل. خلاص دول ادوا الغرض من اللي انا عايزه منهم يعني. طيب التكست ما فيهاش مشكله، البولي لاينز لازم نحولها لتولز لاينز تو بوليجونز. انا عندي ايه؟ عندي البولي لاينز روز كده في نفس الفولدر، اسميها ايه بقى؟ اسميها بوليجون. اوكي، عايز اللاير بتاعت البوليجونز تظهر؟ اقفل كده، البوليجونز اهي ظهرت. يبقى انا كده عندي التكست
البولي لاينز عملت منها لاير جديدة اللي هي البوليجون. دلوقتي انا عايز اخلي البوليجونز دي تاخد اتريبيوتس من التكست بتاعتي، فهخش فوق هنا فيكتور داتا مانجمنت تولز جوين اتريبيوتس باي لوكيشن، هنا التارجت بتاعي هيكون هو البوليجونز والجوين اللي هو التكست، واسمي اللاير الجديدة دي مثلا جوين، سميها جوين تمام كده. كل دي شيب فايلز، يعني تاخد بالك ان هي كل حاجة بتتايب هنا كشيب فايل. طيب اوكي عارف سمي جوين اوكي. عايز اللاير دي تظهر؟ ايوه يس. انا كده بقى عندي التكست كشيب فايل، جوين، البوليجونز اللي اتعملت من البولي لاين. طيب لو فتحت الاتريبيوتس بتاعت الجوين دي هلاقي ان هنا في حاجات نال وكده، ممكن انت مثلا ما تبقاش محتاج منها حاجه غير اللي هي اسمها بس، اللي هي تكست 2 الاسم بتاعها هو هنا اهو. ده فايده الجوين اللي احنا عملناه، يعني الارقام دي هي التكست اللي كانت موجوده في الاوتوكاد. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هفتح هنا واقول له ديليت كولومز، امسح كل الكولومز ما عدا ده اوكي، هقفل تاني واقول له سيف. ترجع النار لسه ما تقلقش هتتظبط دلوقتي. هقفل، هدخل دلوقتي اللاير بتاعت الاتريبيوت هتلاقي هنا انا مسيفها هنا اللي هو دوت سي اس في عشان بس ما توش كتير اهو، خليه ما يظهرش اهو. هي دي الاتريبيوتس اللي نازله وهتلاقيها مرفوعه في الديسكريبشن. قول له اوبن كده، دخلت الاتريبيوتس. طيب ايه اللي هعمله انا دلوقتي بقى في الاتريبيوتس دي؟ هخش هنا في اللاير بتاعتي اللي هي الجوين واقول له البروبرتيز بتاعتها، الاقي حاجه هنا في اسمها جوين اقول له اد، ادخل ايه؟ انا عايز دلوقتي الاتريبيوتس بتاعتي مع التارجت فيلد اللي هو التكست 2، يعني التكست 2 ده اللي احنا خليناه، ما احنا يعني احنا ما خليناش كولومز غير اللي هو تكست 2، وهنربطها بالاتريبيوتس دي في اللاير اللي احنا عاملينها اللي هي اللاير جوين. فاقول له اوكي، كده هو هيربط الاتريبيوتس بالتكست، يعني هيربط الفيلد اللي هو بتاع التكست بالاتريبيوتس اللي موجوده عندي اصلا. اقول له اوكي كده. لو انت فعلا دخلت على الجوين في الاوبن اتريبيوت تيبل هتلاقي فعلا ان التكست اهو دخل الاريا والبريمتر والاونر والريزيدنشال وكل الاتريبيوتس اللي عندك حصل لها جوين في اللاير بتاعتي. في الاخر بقى انت هتسيبها، مثلا هتقول له سيف از، هو شيب فايل اللاير بتاعتك ال WGS، تقول له براوز وتسميه مثلا اي اس، تسميه مثلا فاينل سيف اوكي. انت فعلا رجعت تشغل البرنامج تاني، فتحت اللاير الفاينل دي عشان تتأكد منها. حاضر، بس هنا الاول فايلز تاني، هنا عندي الفاينل، انا كنت مسميه فاينل اهو، فاينل اللي هو الشيب فايل اوبن، ودخلت في البروبرتيز مثلا بتاعتها ورحت اتاكد في الجنرال فوق هنا من نظام الاحداثيات، اتاكد ان هو هو ما اتغيرش. وكمان لو دخلت في الاتريبيوتس بتاعته هتلاقي فعلا الاتريبيوتس اللي احنا عملناها هو ده اللي احنا طلبناه.